السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله كلكم بخير. قبل ما تبدأوا الفيديو ما تنسوش بقى صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا ريت تحطوا لايك للفيديو. النهارده بقى هوريكم شقة في الاسكان الاجتماعي، جميلة جدا، عجباني جدا الوانها، ما شاء الله اللهم يبارك، الوانها فاتحة وجميلة. وده احسن حاجة يعني بتجذبني في الشقق، يعني الالوان بتاعتها بتبقى حلوة قوي. طبعا انتوا دايما بتسألوا، يعني بتطلبوا مني ان انا اصور لكم اجيب لكم شقق اسكان اجتماعي، فانا على قد ما بقدر والله يعني بحاول انا اجيب. فالنهارده لقيت شقة كده جميلة جدا، فقلت اوريها لكم برضو تاخدوا منها افكار وكده. كده احنا اول ما دخلنا على طول من الباب، هما حاطين هنا السفرة في الاول وجنبها البوفيه، وبرضو حاطين النيش كده في الجنب، والانتريه هو اللي جنب البلكونة. انا من رأيي لو هما غيروا النظام، خلوا الانتريه هو اللي بره والنيش جوه والسفرة جنبه والبوفيه مكان النيش، كان هيبقى افضل. طبعا الواحد بيبقى في الاول بيحط العفش، مش بيبقى واخد باله قوي من التنظيم، لكن بعد كده بيغيره. يعني انا كنت في شقتي كنت عامله طريقه مختلفه تماما عن اللي انتوا شايفينها دلوقتي، كنت مغيره جدا نظام العفش يعني بتاعي، بس بقيت بقى اغير واشوف الدنيا يعني كده اوسع كده احسن. ف يعني التنظيم ده هما ممكن بعد كده يعني يظبطوها. كده انتوا شفتوا الريسبشن وشفتوه بره، وهنا الطرقه ما شاء الله اللهم بارك، عامل في الشقة بتاعته اللهم بارك، ربنا يا رب يكمل لهم كده على خير. الجبسون بورد انا من النوع اللي مش بحب الجبسون بورد، بحس اللي هو بيبقى فيه وش كده في الشقة، لكن هم عاملينها بطريقة هادية ورقيقة جدا يعني ما شاء الله. هنا المطبخ، المكان اللي شايفينه بتاع المقشة ده اعتقد اللي هم هيحطوا فيه اللي هو البوتاجاز. وهنا سايبين المكان بقى يعني في الاول كده واسع خالص وانت داخله، يعني مش حاطين فيه اي حاجه، هما مكتفيين كده بالمطبخ من فوق، وحاطين حته صغيره من تحت. هنا المكان الفاضي ده هتحط فيه الغساله وجنبها التلاجة. يعني المطبخ برضو عاجبني، مش مضيقينه، عاملينه بطريقه كويسه بحيث ان هو ميبقاش ضيق قوي. برضو لو هيحطوا ترابيزه اللي هي من اللي بتتني ديت هتبقى كويسه جدا في المطبخ. هنا بقى هندخل على اوضه الليفينج، دي اوضه الليفنج اهيت جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. الركنه حلوه قوي، عاجبني جدا جدا اللون بتاعها. وبرده اللهم بارك اللهم بارك، النجف جميل جميل بجد. عايزاكم بجد تدعوا لهم اللي ربنا يا رب يكملهم على خير كده ويساعدهم يا رب. شايفين بقى الالوان الفاتحه بتفرق جدا، يعني حتى دهان الشقه لونه ابيض يعني، فكل ما بيبقى اللون عندك فاتح كل ما بيديكي وسع وبهجه جدا في المكان. فخدوا بالكم قوي قوي لو انتوا بتجهزوا عفش عندكم، خدوا بالكم هاتوا الالوان اللي هي الفاتحه. لو انت مش يعني خايفه تجيبي الانتريه فاتح او الركنه فاتحه او كده عشان الاولاد، بس اهم حاجه تخلوا الجدران تكون لونها فاتح وكده. دي اوضه الاطفال في الاول خالص، انا هوريكم دلوقتي. في الجنب كده على الشمال سرير، هم عاملين سرير واحد وقصاده بالظبط اللي هو الدولاب، وتحت زي ما شفتوا كده تحت على طول الشباك عاملين مكتب كده صغير وتسريحه قصاد السرير. هنا الحمام، هم مغيرين نظام الحمام خالص خالص يعني، وطبعا مغير السيراميك كله بتاع الحمام وبتاع المطبخ مغيره تماما. هو المفروض المكان اللي التويلت نفس القعده دي هي الحوض، فهو مغير بقى حاطط الحوض مكان التويلت والتويلت مكان الحوض. وبرده مغير السيراميك زي ما شايفين، احنا مش بنبقى مستلمينها على نفس الشكل بتاع السيراميك ده. هنا برضو اوضه النوم جميله جميله اللهم بارك بجد اللهم بارك. الدولاب جميل جدا، التسريحه حلوه، برضو السرير ما شاء الله. وطبعا هو ما لسه ما فرشوش يعني، فالسجاد مش موجود ولا اي حاجه لسه موجوده، بس انا حبيت اوريكم النموذج ده والفرش بتاعهم والاساس، برضو ممكن تاخدوا منه فكره ان شاء الله يفيدكم. يعني عجبني جدا النجف يعني ما شاء الله اللهم بارك، رقيق، بحب قوي النجف اللي هو البسيط، يكونش يعني فيه شغل كتير او حاجات كده كتير يعني بس. ودي الطرقة، ده كان شكل الشقة كلها. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.